بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، دين الله عز وجل الإسلام، ووحيه القرآن، أنزل وحيه على خاتم رسله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل وارتضاه للناس ديناً أكمله وأتمه ورضيه للناس ديناً إلى يوم القيامة، كما قال ربنا جل جلاله في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. فالله عز وجل أكمل هذا الدين، فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. والله عز وجل أكمل هذا الدين، فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. والله عز وجل رضي هذا الدين للناس ديناً يتعبدون به لربهم، رضي الله ذلك من الناس فلا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة. ومعلوم أن من قرأ القرآن ووجد فيه إخبار الله جل جلاله عن الأنبياء والرسل، وإخباره عن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، فالرسل أئمة هدى، والكتب التي أنزلها الله عز وجل كتب هدى، لأن الله عز وجل وصف الرسل بذلك ووصف الكتب بذلك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكذا وصف الله عز وجل الكتب السماوية بأنها هدى، وتبين لنا أن هذا الإنسان المخلوق المكرم الذي كرمه الله عز وجل أنه هو مقصود هذه الرسالات، وهو المقصود بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فالرسالات، الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلها الله عز وجل، المقصود منها والمخاطب بها
هو هذا الإنسان المخلوق المكرم. والتكليف لهذا الإنسان مبني على التشريف، ومن التشريف الذي كرم الله عز وجل به الإنسان أن أعطاه نعمة العقل وميزه بهذه النعمة عن البهائم والعجماوات والجمادات، والتشريع في التعبد به يحتاج إلى إدراك وفهم، فكان الإنسان هو المخاطب بذلك لأن الله عز وجل هيأه لتلقي هذا الخطاب، فأعطاه هذه الآية المبهرة التي أظهرها الله عز وجل للوجود، وهي نعمة العقل. فإذا فهمنا ذلك أدركنا أن التكليف وتحميل المسؤولية بني على التكريم، فمن لم يكن مؤهلاً لا يكلف بهذا التكليف، فلم تكن البهائم والعجماوات هي مقصود رسالات السماء، ولم تكن الجبال والأحجار هي مقصود رسالات السماء، لأن الله عز وجل ما أعطاها ما أعطى للإنسان، ولا كرمها تكريم الإنسان، بل لأجل تكريم الإنسان جعلت علاقة هذه المخلوقات كلها للإنسان علاقة تسخير، فهي مسخرة له وخلقها الله عز وجل له. وهذا نجده في كتاب ربنا جل جلاله: هو الذي خلق لكم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض. فهذه المخلوقات خلقت مسخرة لهذا الإنسان، فهو المخلوق المكرم. فالمسؤولية التي حملها الله عز وجل هذا الإنسان إذا بنيت على هذا التكريم، وهذا معنى مهم جدا لا بد من إدراكه حتى يتلقى الإنسان حكم الله وأمر الله وتشريع الله بهذا الشعور وبهذا الفهم وبهذا التلقي، فيلقاه بالقبول ويشعر أنه ما كلف إلا لتميزه واختصاصه. والله عز وجل علمنا وأخبرنا في كتابه، ودلت آيات هذا القرآن العظيم، أن هذا الدين الأصل فيه خضوع باطن الإنسان وظاهره، ولكن الأصل فيه خضوع الباطن، وفي أمر الباطن للإنسان جاء الإخبار عن النفس، وجاء الإخبار عن العقل، وجاء التكليف للعقل بالتفكر والتدبر والتأمل، وأنيط بهذا العقل أمر إدراك الأشياء، وجاء التكليف للنفس بالتزكية وبالتطهير، وكذلك جاء التكليف للجوارح بالعمل والإنقياد والخضوع.
فميدان هذا الدين هو كلك. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على تفسيرين: الأول خذوا الإسلام كله بكل ما جاء فيه وأدخلوه على أنفسكم ليضبط لكم باطنكم وظاهركم ويصلح لكم باطنكم وظاهركم، خذوا الإسلام كله. وعلى القول الثاني: خذوا أنفسكم بكل ما تملكون وأدخلوها في الإسلام كلها، ولا تخرجوا شيئا منها عن الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذا هو معنى الاستسلام، هذا هو معنى الخضوع، هذا هو معنى الانقياد لله عز وجل. ولما تبين أن أعمال الباطن هي الأصل، لأن الله عز وجل رفع من قدرها. من ذلك لو تفكر الإنسان في قوله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالآية أخبرت أن لعمل القلب أثر عظيم في حال الإنسان يوم القيامة. ولو تأملنا أيضا في قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والمراد بعود الضمير هنا زكاها ودساها المراد النفس، لأن هي التي ذكرت قبل هذا الإخبار في قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وأمر النفس متعلق بباطن الإنسان، والذي يدل على عظم أيضا هذا الأمر أن الله أخبر بأن المفلح من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر من لم يزكي نفسه، وأقسم على هذه النتيجة بإحدى عشر قسم متتابعة ما تكررت في القرآن كله، وهي في صدر سورة الشمس. فمن أول الآيات إلى هذا القسم، إلى هذا الإخبار، إحدى عشر قسم، والله يقسم قسم بعد قسم. وهنا يقف الإنسان الواعي العاقل الذي يتدبر القرآن بعقل ويقول: ما هو هذا الأمر الذي احتاج من الرب العظيم أن يقسم عليه إحدى عشر قسم متتابعة؟ ليأتي جواب القسم: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه. وهكذا نجد في القرآن آيات كثيرة تبين لنا قيمة أعمال الباطن. ولذلك إذا تأملنا أيضا المصطلحات والكلمات القرآنية التي جاءت في القرآن ولها ارتباط بباطن الإنسان: الخشية والإخبات والصدق، فهذه أوصاف
ترتبط بباطن الإنسان، بقلبه وبلبه وبنفسه. والله عز وجل أخبر عن قيمة هذه الأعمال، فالقلوب لها أقوال والقلوب لها أعمال، والنفس كذلك تكون زكية وقد توصف باللوامة والأمارة بالسوء. على هذا الأساس إذا أدركنا أن أمر هذا الدين هو ضبط حركة هذا الإنسان في باطنه وظاهره، وأن عناية هذا الدين بباطن الإنسان أعظم وأكبر، واهتمامه بصلاح داخله أعلى وأجل، والمكافأة والمجازاة على عمل الباطن أكبر وأثقل في الميزان، وكذلك المعاقبة، فهذا يدعو الإنسان إلى أن يعتني بأمر قلبه وأن يعتني بأمر نفسه. ومن أعظم الأمور المتعلقة بباطن الإنسان أمر المحبة، أمر المحبة، حتى أنه جاء في الحديث: وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ كأنه ليس هناك شيء يرتبط بالدين إلا هذا العمل القلبي النفسي، وهو قضية الحب. والمحبة هي أكبر القوى المحركة لهذا الإنسان، بل لكل متحرك في هذا الكون المخلوق قوة المحبة. فالإنسان تحركه قوة الحب ليتجه بهذا الدافع نحو تحقيق النافع له ودفع الضار عنه. ومتى ما تحقق له النافع وجد اللذة والسعادة، ومتى ما نزل به الضار نزل به الألم والشقاء. فقوة المحبة تدفع الإنسان نحو هذه الحركة. والعقل دوره الرئيس أن يساعد الإنسان في إدراك هذا المحبوب وإدراك هذا الضار، فقوة الحب مندفعة وقوة العقل توجه اتجاهها. لهذا كان القرآن العظيم أكبر غاياته إصلاح قوة عقل الإنسان وتفكيره، إصلاح قلبه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب محل العقل، كما أخبر الله في كتابه وكلامه: أم لهم قلوب يعقلون بها. فصلاح هذا القلب صلاح للعقل، وصلاح العقل صلاح القلب. فقوة العقل هذا دورها. فأمر المحبة عظيم في هذا الدين،
والأحاديث في هذا الباب والنصوص، بل أيضاً في كتاب الله عز وجل، تبين مكانة المحبة. فمن ذلك قول الله جل جلاله: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. إذن يبين أن المحبة محل انقياد للدين، ومحل التزام بتكليف شرعي وأمر رباني. المحبة علاقة بين العبد وربه، يحبهم ويحبونه. المحبة علاقة بين العبد وإخوانه من المؤمنين، والمحبة سبب في أن تجعل المتحابين في الله ضمن السبع الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وأيضاً الإيمان كماله على قدر كمال المحبة الصادقة من العبد المؤمن لإخوانه. من أحب لله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان في قلبه. يقول ابن عباس راوي الحديث: ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك وإن كثرت صلاته وصيامه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة، يقول: لو أني صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه وأنفقت أموالي غلظاً في سبيل الله ثم جئت يوم القيامة ولا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني على وجهي في النار ولا يبالي. وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: المتحابون بجلالي اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. فأمر الحب والمحبة في هذا الدين شأنها عظيم، ولذلك ليست هي قضية يظن الإنسان أنه يبذلها لمن شاء ويمنعها عمن شاء، وإنما القضية مرتبطة بأحكام وبتكليف ولها أثر عظيم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لا يكونون أعداء يوم القيامة، الذين قامت محبتهم على محبة الله. ولذلك من أكبر الدلائل على صدق الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ومن أكبر الأمور والأعمال التي يكمل بها الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا الأمر حقيقة كلما
تأملناه، تفكرنا فيه، ونظرنا أمام هذه النصوص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضوان الله عليهم، كيف عاشوا حياتهم ممتثلين لأمر ربهم عز وجل، كيف عاملهم هو عليه الصلاة والسلام، وكيف رباهم، وكيف علمهم، وكيف هم طبقوا هذا المعنى في حياتهم. إن مما وقف عليه عموم أهل الإسلام من خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين بعد هجرتهم من مكة فراراً بدينهم إلى المدينة النبوية ليلقاهم إخوانهم من الأنصار ويضربوا تلك المواقف العظيمة وليكونوا النموذج لمن بعدهم من هذه الأمة في تحقيق هذا المعنى العظيم. إنما المؤمنون إخوة، فكيف عامل الأنصار رضوان الله عليهم إخوانهم من المهاجرين؟ بذلوا لهم أموالهم وأسكنوهم في دورهم وشاركوهم في أعمالهم وحققوا ما أراده الله عز وجل من عباده المؤمنين. وكتب السيرة والتأريخ كتبت بمداد النور تلك المواقف الصحابة رضوان الله عليهم استجابة لأمر الله عز وجل، وعاشوا على تلك الأخوة والمحبة الصادقة. ولعل قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آية في كتاب الله لتسجل موقفا لمن أخضعوا نفوسهم لهذا العمل القلبي وأدركوا أن معنى المحبة والأخوة هي بذل وعطاء، هي تضحية وصدق، هي نصح وعدم غدر، وهي عطاء وعدم بخل. عندما جاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من سفر وهو جائع، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواجه علّه أن يجد طعاماً، فكل واحدة من أزواجه ردت عليه قائلة: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال: من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فأخذه إلى بيته وسأل عن طعام، فقالت زوجه: ليس هناك طعام إلا لأطفالنا. فقال: علل الأولاد حتى يناموا. وأمرها أن تضع الطعام وأن تطفئ السراج ليكون المكان مظلما لقلة الطعام، ويجلس مع ضيفه والضيف يأكل وهو لا يأكل، حتى إذا ما أصبح
جاء بضيفه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا صنعتم بضيفكم البارحة؟ قال: لقد صنعنا به خيرا. قال: لقد تعجبت السماوات من صنيعكم. وعمر الفاروق رضي الله عنه في خلافته وهو خليفة صلى بالناس الفجر، وعندما سلم وقف وقال: أين معاذ بن جبل؟ قال: أنا هنا يا أمير المؤمنين. قال: أقبل. فأقبل معاذ فاعتنقه عمر وضمه إلى صدره وبكى وقال: والله يا معاذ لقد ذكرتك البارحة فما نمت ليلتي. وكان يقول: إني لأذكر الأخ لي في الله في الليل فأشتاق إلى لقائه، فأخشى إن ذهبت إليه أن أقلقه، أن يطرق عليه طارق في جوف الليل. قال: فأظل ليلتي متململا وأقول: يا لها من ليلة طويلة. ليس هذا خيال، ولكنه كان واقعا. عندما خضع هؤلاء لهذا الوحي وصدقوا مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه القضية فتحنا بابها وهذا الأمر لأن بين أيدينا هذه الآية سورة آل عمران، محل درسنا إذ جاء فيها ذكر المحبة، ولكن كان هناك موطن فيه ابتلاء واختبار. وكما أدركنا أن سورة آل عمران كانت من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته، فالصحابة كانوا يتربون على أمر الأخوة والمحبة، وكانوا قضية الحب قضية هي في نفس الإنسان، ووحي الله أنزله الله ليضبط هذه القضية. فهنا موطن للتعليم وموطن لإصلاح المسار لقوة المحبة. كان الأوس والخزرج يسكنون المدينة، وجيرتهم قبائل من اليهود هاجرت ووفدت إلى هذا المكان تترقب نبي آخر الزمان، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. وبطبيعة الجوار ومع مرور الوقت وتقلب الأيام، والإنسان اجتماعي بطبعه، حصل التقارب وحصلت الأحلاف والمعاهدات فيما بينهم، بل حصلت المصاهرة ثم المتاجرة. وهذه أمور ستجعل قضية الحب تصبح حاضرة. وجاء الدين ليجعل الأساس في هذا الأمر هو دين الله. فالآية التي بين أيدينا يقول الله
عز وجل فيها: ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. إذن هنا الآية تتحدث عن قضية الحب والحب المتبادل بين فئتين، بين فئتين كان الحب قبل البعثة النبوية قائم بينهم وحاضر في ميدان حياتهم، ثم جاء الإسلام فمنهم من آمن وصدق بدعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من صد وكفر، فاختلفوا في أمر هذا الدين. وقلنا في الدرس الماضي، الآية الماضية والتي قبلها، أن الإسلام في هذه الأمور يحيل الإنسان إلى الأمر المعقول، وليست القضية الأمور الغامضة، وليست الأحكام التي جاءت في أمر حياة الناس ليست معللة ومبينة للسبب. ونجد هنا في هذه الآية التي يخبر الله عز وجل بمقتضى معناها العام أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا ينبغي الإنسان أن يجعل بطانة يصطفيها من نفسه من غير أهل الإيمان. ورأينا أن هذا الأمر أصله في الآيات السابقة من عدة جوانب، ويزيد هذا الأمر تأكيدا هنا بذكر ثلاثة أشياء أخرى جديدة، ثلاثة أمور تؤصل في قلب هذا المؤمن حتى لا يتخذ بطانة يصطفيها من غير المؤمنين. فالأول في قوله تحبونهم ولا يحبونكم، والثانية في قوله عز وجل وتؤمنون بالكتاب كله، والثالثة في قول الله عز وجل وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ثلاثة أمور. ليبين الرب جل جلاله أن حكمه مبني على أمور العقل السليم يتعامل معها ويتفاعل معها بإدراك صحيح. فأول هذه الأمور الثلاثة هو قوله عز وجل مخبراً: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وهنا سبحان الله، من الكلام اللطيف العظيم الذي يحتاج أن نقف معه لنعرف ديننا ولنعرف قيمة إسلامنا ولنعرف أثر هذا الكتاب على
أهل الإسلام وأن نفهم هذا الدين. ماذا يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه؟ قال في كلمة عظيمة حقيقة عند هذه الآية، يقول: في هذه الآية إبانة من الله تعالى، إبانة تبيين وإيضاح، في هذه الآية إبانة من الله تعالى عن حال الفريقين، أعني المؤمنين والكافرين، ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم، وقساوة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل الإيمان. ثم نقل عن الإمام التابعي المفسر قتادة تلميذ ابن عباس، قال: قال قتادة: فوالله إن المؤمن ليحب المنافق ويأوي إليه ويرحمه، ولو أن المنافق يقدر من المؤمن على ما يقدر عليه المؤمن لأباد خضراءه. المؤمن يعامله معاملة الرحمة، معاملة الشفقة، معاملة الإنقاذ لما هو فيه، يفكر ليله كيف يخرجه من مما هو فيه، لأنه لو مات لكان من أهل النار، ومقصوده أن يكون من أهل الجنة. ولو تمكن من قلبه أو من فكره أو من عمله لما كان دوره معه إلا أن يدله على هذا الحق الذي يقوده إلى الجنة، وما يريد بذلك كله إلا أن يكون من أهل الجنة. يقول: ولو تمكن المنافق من هذا المؤمن لأتلفه. وهذه مفارقة عجيبة، فإذا تأمل الإنسان الدين الذي يربينا على هذه الرحمة، على هذا الحرص في حق من؟ في حق من خالفنا، لا في حق من وافقنا. إن كان هذا في حق المخالف، إذن كيف هو في حق الموافق؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهذا المكان وجيرة هذا البيت تذكرنا بالقدوة في هذا الباب. أما كان عليه الصلاة والسلام في كل ليلة وهو بمكة بعد أن أعلن دعوته، يأتي عند هذا البيت في جوف الليل، في جوف الليل متوضئا ليصلي، ومن صلاته يختار أقرب ما يكون من ربه حينما يكون ساجدا، ويتحنن لخالقه بأن يبكي وأن يخرج الدمع من عينيه، وأن يعلن ضعفه وعجزه. كل هذا لمن؟ هل هو لنفسه؟ هل هو لولده؟ هل هو لمن آمن به من أصحابه؟ بل هو لمن وضعوا فرث الناقة على ظهره الشريف، ورموه بالحجارة، ووضعوا الشوك في طريقه، ووضعوا العذر في طعامه، وقالوا أنه ساحر. لهؤلاء يأتي ويفعل ذلك ثم يناجي ربه قائلا: اللهم اهد قومي ما تبرأ منهم، قال قومي، ويعتذر لهم عند ربه فإنهم لا يعلمون. هذا حاله عليه الصلاة والسلام، وهذه محل الأسوة والقدوة
لرسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فلذلك نجد هذه الكلمة من إمام المفسرين عند هذه الآية، وأيضا بعض المفسرين عبر بقوله الدين دين حب ورحمة وتسامح. وذكرنا أيضا في آيات سابقة من المواقف أن هذا الأمر قد يقول إنسان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو حال أصحابه، لكن من بعدهم؟ ذكرنا كلمة الخليفة عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، عندما قال وددت تمنيت أمنية يتمناها. ما هي هذه الأمنية؟ قال وددت أن لحمي يقرض بالمقاريض، ليس قتله واحدة، قتل بعدد كل ما يقطع جزء منه. يقول وددت لو أن لحمي يقرض بالمقاريض. طيب ما هو الثمن لأن تتحمل هذا الألم؟ قال وكلما قطع منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر سنة يطبقها الناس مع آخر قطعة من جسدي. يقول أتمنى أن يفعل بي هذا. وكان بعضهم يقول إن هداية الإنسان الكافر أحب إلى قلبي من أن تتحول سواري المسجد لي ذهبا. لو خيرت أن تصبح سواري المسجد النبوي كلها ذهب وأملكه، هل هذا أحب إليك أو أن تكون سببا في إسلام إنسان كافر؟ فهذه العاطفة التي تربوا عليها من أين؟ من هذا الوحي الذي أخرج للناس هؤلاء الذين يبذلون الغالي والنفيس، الذين يبذلون المهج والقلوب، الحب والعاطفة والحنان، لا لشيء إلا ليكون الناس من أهل الجنة. ما يريدون من مال الناس شيء. وهذا هو الدين عندما يخالط شغاف القلب بحق. وهكذا المؤمن يتعامل مع الناس، وهكذا تصرف هذا الإنسان المسلم مع من لم يؤمن. كل تفكيره إذا رأى كافرا أو سمع بكافر هو ماذا؟ كيف يكون سببا في إرجاعه إلى الحق وسببا في هدايته؟ فليس شيء على نفسه أشد ألما من أن يرى إنسان كفر بالله. ولذلك المؤمن يرى أن هذا الإنسان خدعه عدوهما وهو إبليس، وأن الشيطان أخذ بعض أهلنا منا، فهل نستطيع أن نرد أهلنا إلينا إلى هذا الإيمان؟ ولذلك هذا تصرف هذا الإنسان المسلم، لذلك هو ساع لا يتوقف. ما وجد مخطئ ومذنب وعاصي وكافر إلا وهو يفكر كيف يعود هؤلاء الناس إلى هذا الحق. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يبعث، يعني بعث علي في خيبر واليهود جيش مستعدون للقتال، ليس إلا القتال، ومع ذلك يقول له ويخبره أنه عندما ينزل أول شيء يدعوهم، ثم أيضا
يحركه على أن يؤدي هذا الأمر بحقه، فيقول له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في اصطفاف الجيوش وللكلمة مكان وللدعوة مكان، نعم، لأن ليست القضية الرئيسة هي أن يقتل هذا الكافر على كفره. فهذه الرحمة التي هنا نجد أن العلماء تنبهوا هنا لهذه الآية وجاءوا بهذه المقدمة في عند هذه الآية العظيمة. فلذلك يتعامل المسلم بهذه الطريقة ويكون هذا حرصه. فالله عز وجل يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. تحبونهم، ما هو الدافع الذي انطلق منه هذا الحب؟ ما هو هذا الدافع؟ قال العلماء، ذكروا أمورا تعود إلى ثلاثة أشياء: إما أن يكون الدافع الطبعي، وهو أن الإنسان تميل نفسه إلى من جاوره، تميل نفسه إلى من بينه وبينه مصاهرة، تميل نفسه إلى من بينه وبينه معاملة ومتاجرة. فالنفس السليمة هذا طبعها. فهل هنا تحبونهم بهذا الدافع الطبعي؟ من المفسرين من قال ذلك، وكأن الله يخبر ويثني على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن نفوسهم صافية وبواطنهم صافية، وأن هذا الأمر الذي ينطلق من نفس سوية موجود فيهم، موجود فيهم. فقوله تحبونهم إذن هو إخبار عن صفاء بواطنهم، وأن صفاء الباطن سيجعل هذه النفس السوية تبذل الحب لمن شاركها في داعي من نسب أو عمل أو جوار. والإنسان السليم ما يكون لئيم، والإنسان سوي النفس لا يعامل من أحسن إليه بالإساءة بدون سبب. فإذا من قال ذلك فإذا هو إخبار عن صفاء النفوس ودافع هذا الحب. ومن العلماء من قال أن دافع هذا الحب أنكم نظرتم إلى ما أظهروه ولم تنظروا إلى ما أخفوا. وعلى هذا الأساس فإن في قوله ولا يحبونكم من المقصود؟ قال أكثر المفسرين المقصود به المنافقين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومنهم كما تبين لنا سابقا من كان يظهر الإسلام ليس صدقا، ثم بعد أن يظهره يتراجع يقول: والله كنت أظنه أنه دين الحق فقبلته، وعندما دخلت تبين لي أنه ليس حق فتراجعت عنه. فقوله تحبونهم، القول الثاني أنه لما أظهروه لكم من قبول الإسلام والتصديق بنبيكم عليه الصلاة والسلام
والإيمان بالكتاب الذي أنزل عليه، فلما قالوا ذلك فأنتم بذلتم هذا الحب لهم، لأن الله أمركم أن يكون الحب فيه ومن أجل الدين. والقول الثالث وهو ما أشار إليه ابن جرير، وهو تحبونهم أي تعلمون ما هم فيه، ولكنكم تحبون الرحمة لهم مع ما يحدث منهم. ها أنتم أولئك تحبونهم. إذن هذه الدوافع للحب الذي حصل من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك هذا الإخبار هنا فيه تنبيه وفيه تهييج لهم أن ينضبطوا في أمر المحبة عندما يبذلوها، وسيأتي بيان ذلك الضابط. إذن هذه الآن الدوافع، إما هي دافع طبعي، إما دافع لظاهر القول، وإما دافع لقضية الرحمة التي ينطلق منها المؤمن نحو من عصى ومن كفر وغير ذلك. تحبونهم ولا يحبونكم. هؤلاء لا الباعث الطبعي قابلوكم بمثله، لأن قوله ولا يحبونكم على الإطلاق بهذا العموم، إذن لا بالدافع الطبعي ذلك حصل منه، ولا بالدافع الموافق لما قالوا وأخبروا أنهم أسلموا، ولا أيضا معاملة ومقابلة، أن تعاملكم معهم إنما دافعه الرحمة بهم وإنقاذهم. الإنسان يعني حتى يقول لو أنت مخطئ في فعلك، لكن بهذه الإرادة أنك تريد أن ترحمني، فعلى أقل شيء أن يقابله بالحسنى. فقوله ولا يحبونكم، إذن كل هذه الأمور ليس لها وجود في نفوسهم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم. فإذن هذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل من الطرفين، وبين المقابلة، وفي هذه المقابلة سيقف المؤمن متفكرا، وأول ما يكون التفكير ينظر إلى هذا الدين الذي خلقه بهذا الخلق، والذي رباه بهذه التربية، والذي زكى نفسه بهذه التزكية، فيحمد الله أن هداه لدين يجعله بهذا الوصف. ثم سيدعوه ذلك أيضا إن كانت هذه الأمور هي ظاهرة في التبرير، ولكن أيضا يقول الله عز وجل له المؤمن كيس فطن، فتأمل في ذلك وقابل الأمر بحقه ووازن في هذا الأمر. فلا تدعوك الرحمة بإنقاذه إلى أن تحبه حب المواد ثم الموافقة على ما هو عليه، وهذا ما لم يتوازن فيه بنو إسرائيل كما ذكر الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا.